السلام عليكم. غطت الثلوج اليوم الثلاثاء مرتفعات وجبال منطقة الأوراس وأكستها حلة بيضاء، ما بعث في نفوس المواطنين وبخاصة الفلاحين ارتياح كون هذا الثلوج تبشر بمنتوج فلاحي واعد خلال الموسم الجاري. وستشهد اليوم الثلاثاء عدة ولايات بشمال الوطن استمرار تساقط الأمطار الرعدية إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء، وأفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها من المستوى الثاني لدرجة اليقظة أن أمطارا غزيرة تكون في بعض الأحيان على شكل عواصف رعدية ستستمر في التهاطل بداية من صبيحة اليوم وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء على ولايات الجزائر العاصمة تيبازا، تيزي وزو، وشلف، عين الدفلة، أمدية، البوليدة، وكذلك ولايات بومرداس، البويرة، سطيف، برج بارليج، بجاية، جيجل، ميلا، قسنطين، عنابة، سكيكدا، وكذلك ولاية الطرف. وأضافت نفس المصالح إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذه النشرية ستتراوح بين 40 و60 مليمتر، وقد تصل أو تتعدى إلى 80 مليمتر بالولايات الساحلية.